الإعلامي والكاتب محمد الجابري هو أحد الشباب الإماراتيين الذين يفتخر بهم الوطن. حصل على بكالوريوس الهندسة من أستراليا وماجستير في إدارة المشاريع من جامعة مانشستر البريطانية. قدم أعمالاً تلفزيونية وإذاعية متعددة أشهرها برنامج مساكم وطن. كذلك له لحظة مع محمد الجابري وإنارة والمسلسل الإذاعي علوم بيتنا والذي حقق صدى واسع. نشر أول أعماله الأدبية لحظة، ثم ها نحن اليوم نقرأ له كتاب مفاهيم في الحياة ومن الحياة وهو أحدث أعماله.